إيدها تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم. دار شباب الكسار اليوم تنظم يوم توعوي لمرضى السكري وضغط الدم وسرطان الثدي والتهاب الكبد الفيروسي. حبينا نقدم الفقرات هذم خاطر المحيط يحب على الحاجات هذيك، وبحكم دار الشباب هي نواة خدماتية بالأساس للأسرة كفضاء يعني كبير للشباب. حبينا نقدموا لهم كشف مجاني، والأهمية متاع الأمراض هذه إنه يلزم نفيقوا بهم على بكري. وحبينا أهمية الأنشطة البدنية خاطر هي تساهم في سيرورة دموية وكلها، ومرحبا بالناس الكل، والفضاء مفتوح للعموم خاطر احنا دار شباب الكسار ديما مقتصرة على محيط قريب يعني ماذا بينا يعني اي انشطة تصير في دار شباب الكسار راهي المعتمدية كاملة وللشباب كله، دعوة مفتوحة للجميع وعنا الانشطة كلها. مرحبا بالناس كل اذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.